السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ بصوا انا جاي اقول لكم ان احنا خلاص اخيرا بنجدد الشقه بتاعتنا. ماشي، طبعا الدنيا متبهدله متبهدله جدا 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 فوق ما تتخيلوا. هو اللون كان لون كرومبي في الاول، بس هو دلوقتي هو فيه وش بتونه. تمام، دي كده اللي هو الطرقه بتاعتنا. تمام، هي دي الطرقه. هو احنا هنلونه لون كده حلو. هو اللون انا مش فاكره بصراحه لون ايه بالظبط، بس هو لون حلو جدا. يعني مختارين درجتين، هنعمل درجه في السقف ودرجه في الحيطان. تمام، ده كده الاوضه بتاعتي. تمام، دي اوضتي، وده كده الطرقه هتخلص عند هنا كده. طبعا انا خيالي اهو. نفتح النور عشان اوريكم اكتر. تمام، دي الحيطه دي بنحط فيها التلاجتين هنا، بس احنا مغيرينهم عشان حاطينهم في النص كده. بصوا حاطينهم هنا كده عشان خاطر النقاش يقدر يشتغل. طبعا النقاش ده صاحب بابا، شغله حلو جدا من زمان جدا، يعني هو شغله كويس جدا جدا، بس هو اول مره يدهن لنا حاجه في البيت. فده الريسبشن كده. طبعا اللي مضغطي ده الكمبيوتر، طبعا مكفناه خالص عشان طبعا الدهانات وكده. اوكي، عايزه اوريكم شكل اللمبه اللي احنا شلنا اللمبه الطويله دي وركبنا اللمبه العاديه اللي زي كده، عشان خاطر تجديد منها، تجديد ومنها في نفس الوقت ان احنا نبيض برضو في المكان ده. تمام، اهو ده كده الريسبشن. ريسبشن كبير على فكره، مش صغير، اكبر ريسبشن في العماره كلها. هتقولي ليه؟ هقولك معرفش. دي السفره يا عيني بايظه خالص، ودي كده علبه هتتحط، هنطلعها وهنرميها، يعني مش عايزينها العلبه دي بعد كده. ده كده البدايه بتاعت الريسبشن. هروح افتح لكم النور عشان اوريها لكم اكتر. بصوا ده انا كده عند الباب، باب الشقه اهو. برضو المنطقه دي هتدهن من ورا باب الشقه. عايزه اقول لكم ان انا هعمل لكم جوله في كل ده. ده اللون اللي كان موجود قبل كده، بس احنا هنعمل لون تاني. تمام، كده دخلت الشقه، يعني ده كده دخلت الريسبشن. تمام، ده السلم اللي اشتغل عليه عمو النقاش، اسمه عمي سمير. تمام، لو عايزين رقم او عايزين يعمل لكم اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. اوكي، هو ساكن في امبابه يعني. المهم، فدي السفره. طبعا احنا حاطين الحاجات دي كده، دي الحاجات اللي بقيت من الشقه، العفش اللي باقي حطيناه في شقه تانية. ودي كده الترابيزه، وده كده النيش احنا حاطينه بالشكل ده، برده مكفنينه كده، ويعني اللي هو عاملينه عليه بلاستيك عشان برده الدهانات وكده. ده شكل اللمبه وهي شغاله، هي ليد بس مش ليد الاصليه. تمام، طبعا احنا كنا بنصنفر. دي انواع الصنفره اللي احنا بنستخدمها. كنت بصنفر شويه من شويه برده مع الراجل عشان نساعده، حرام. هنلون بقى وهنعمل ايه. بصوا هو ده المعجون اللي عمو بيستخدمه، اسمه سكيب. تمام، ودي نوع اللمبه اللي موجوده. تمام، عايزه اقول لكم برده حاجه مهمه جدا. كان هنا كده شايفين الحته اللي غامقه اللي فوق دي، ده كان شروخ، يعني دي كانت شروخ، وهنا كده برده كان في شروخ. هوريكم برده في كانت الحيطه مشرخه جامد قوي، وهنا فوق بس مش باين، يعني مش عارفه مش باين ليه، بس هو كان فيه شروخ جامده جدا. شايفين احنا هو عملها، طبعا عملها بماده حلوه جدا اسمها وان تايم. هوريها لكم عشان الناس برضو تبقى عايزه تدهن جديد، تبقى عايزه. دي اسمها، ده اسمها، يعني ده اسمها، دي الماده العازله، او دي الماده اللي هو عمل بيها. استخدم كذا علبه الحقيقه عشان يقدر ان هو يعمل الشقه كلها. تمام، طيب ايه بقى نوع الدهان اللي احنا هندهن بيه؟ هو النوع ده، شايفين هو النوع ده اسمه سكيب للدهانات. احنا اول مره ندهن باللون ده او بالنوع ده، قصدي النوع ده. احنا جايبين 2 بطانه واتنين دهان اساسي. تمام، الالوان حلوه جدا اللي احنا مختارينها، مختارين لونين فاتح وغامق، هنعملهم في الحيطه. بس انا مش فاكره الغامق انا عامله في السقف ولا الفاتح ولا ايه، مش فاكره. بس هو ده الشكل اللي انتوا شايفينه، او هو ده الماركه اللي احنا هنعمل بيها او هندهن بيها. انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده كده سريع عشان اوريكم شكل الشقه، اوريكم كده من ناحيه دي البلكونه. ده البلكونه، وهناك كده في شباك كبير. تمام، برضو احنا نعمل حاجات كتير هنا. الشاشة اصلا كانت معمولة هنا كده، الشاشة كانت معمولة هنا كده، بس احنا برضو هو كان فتح لنا دول، فتحهم لنا كده عشان هما دول كانوا معلقين فيهم الشاشة. بس احنا برضو هنشيل كل ده، ان احنا هنحط المكتبة دي هنا او النيش.
ده اللي انا بتكابل فيه. هنحط النيش ده، هنحطه هنا كده وهنحط الشاشه جواه. فانا هوريكم ده كله بقى بعدين ان شاء الله. ده كده كانت جوله واحنا بنظبط الشقه او احنا لسه بنجددها. لما يدي لون البطانه هبقى اوريكم برده فيديو، ولما نخلص خالص هوريكم برده، ولما نفرش برده اعمل لكم جوله ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا الشير لكل اصحابكم على الفيديو ده عشان يشوفوا بقيه الشقه بعد ما تخلص، وكمان يعرفوا انواع الدهانات، لان ده احسن نوع دهان هو رشحه لنا، يكون بلاستيك مغسول، يعني لو في اي حاجه اي وسخه على الحيط او اي شخبطه اي حته قماشه كده تروحي مسحاها خلاص هيتمسح معاكي ويبقى حلو جدا. ده اللي احنا كنا محبينه، ده كل ده اللي احنا كنا عايزينه. فاشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير سبسكرايب للقناه، وشير كل اصحابكم عشان يستفادوا وعشان يكملوا معانا، وعشان كمان تبقوا اصحاب كبار في عيلتي وعيلتي تبقى تكبر قصدي ليكوا كده. فاعملوا سبسكرايب. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.